على الزوجة في الإسلام أن تلبي رغبة زوجها في الفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي وحسنه. ورد الوعيد الشديد للمرأة إذا عصت زوجها في الفراش، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. الله يعلم حاجة الرجل، ويعلم أنه قد يأتي من خارج، ويمكن أن تتعلق نفسه بشيء أو رأى شيئا، ويعلم هذه الحاجة، ولذلك أمر المرأة أن تجيب زوجها ولو كانت على التنور، لو كانت تخبز تجيبه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، معنى ذلك أن المرأة عليها أن تلبي رغبة زوجها وتطيعه. المرأة في الغرب ليست مجبرة على ذلك، بل عندهم قضية اغتصاب الزوج لزوجته، أنه إذا أتاها رغما عنها هذا اغتصاب، يعدونه اغتصابا، لا بد أن تكون متهيئة، لا بد أن تكون راضية هي بزعمهم. والغرب منقسم في قضية النساء من هذه الناحية، فمنهم من أعطى الزوج ما يريد في هذا، ولكن في كثير من الحالات لا يعطونه الحق في هذا، ولذلك عندهم لا تسلم المرأة نفسها للرجل متى ما أراد،